العامل الثالث اللي أثرنا على الصوليوبيليتي هو البريجر افكتنج. شنو تأثير الضغط على الصوليوبيليتي؟ طبعا هنا when dissolving a gas within a liquid, the pressure of the gas has a hook effect on its solubility. أي هنا طلاب شنو نقصد؟ نقصد إنه للضغط تأثير كبير على solubility. طبعا زيادة ونقصان الضغط يأثر لنا على solubility. كل ما كان الضغط أو كل ما يزداد عندي الضغط على الضغط على جزيئات الغازات، كل ما تكون هنالك فرصة لزيادة الكولوجنز اللي هي التصادمات between molecules of gases and solvent. بينما إذا كان الضغط قليل أو يعني اللي يكون الضغط منخفض، سوف تكون التصادمات بين molecules of gases مع solvent جدا قليل، مما يقلل لي من solubility. طبعا هذا الشكل اللي قدامكم طلاب، عندك إناء A وإناء B. لاحظ انه في الإناء A الضغط اقل من الإناء B، الضغط على جزيئات الغازات في solution او المذيب. في الإناء A نلاحظ أنه الضغط أقل من الإناء B. هذا شنو معناه؟ أنه في الإناء A الضغط قليل، لاحظ أنه جزيئات الغازات تكون تصادماتها مع المذيب جدا قليلة، مما يؤدي إلى ضعف القوة الرابطة بين السولفنت والمولكيوس أوف غازز، هذا يؤدي لي إلى نقصان بالسوليوبيليتي. بينما في الإناء B نلاحظ أنه الضغط أكبر، الضغط المسلط على جزيئات الغاز يكون أكثر، مما يؤدي إلى زيادة الكولوجنز between molecules of gases مع solvent، وهذا إذا راح يؤدي إلى زيادة solubility والinteraction between molecules of gases and solvent. أيضا هنا عندي آخر شيء ملاحظة جدا مهمة، the pressure is an important factor in the solubility of a gas. Pressure has very little effect on the solubility of liquids or salts. شنو معنى؟ معناه هنا يقول انه الضغط للضغط عامل مهم وتأثير جدا مهم على solubility of gases، بينما يعتبر pressure الى تأثير affecting يكون جدا قليل، very little، عن يمن على ذوبانية السوائل والمواد الصلبة. نجي إلى العامل الرابع اللي يعتبره أيضا جدا مهم، surface area، المساحة السطحية، لها تأثير جدا كبير على solubility. increasing the surface area the solvent increases the rate of solubility. كل ما تزداد عندي المساحة السطحية راح تزداد عندي solubility. ليش طلاب؟ because additional surface area allows for more collisions, because increasing the temperature of the solvent increases the kinetic energy of its particles. More collisions between the particles of the solute and solvent occur. يعني معناه انه كل ما كان عندي increasing in the surface area lead to increasing in the solubility. ليش طلاب؟ لانه مساحة السطح الـ surface area راح تسمح انه بمزيد من الكولوجنز، التصادمات بين جزيئات السوليوت جزيئات السولفنت. شو وقت تحدث هاي التصادمات؟ كل ما نزيد الـ temperature، كل ما يكون عندي increasing in the temperature راح يؤدي الى زيادة الكاينتيك انيرجي، الطاقة الحركية of molecules، مما يؤدي الى زيادة الكولوجنز بين الجزيئات الصوليات والسولفنت، وهذا راح يؤدي الى زيادة الذوبانية. ايضا انه اذا كان عندي سيرفيس اريا كبيرة راح تكون هنالك فرصة لتغلغل الجزيئات الصولفنت
حول جزيئات السوليوت، مما يؤدي إلى أنه تحيط جزيئات السوليوت من جميع العفو تحيط جزيئات السولفنت جميع جوانب جزيئات السوليوت، مما يؤدي إلى زيادة الذوبانية. العامل الأخير واللي يأثر عندي على السوليوبيليتي هو البارتيكل سايز، حجم الدقائق. طبعا هنا حجم الدقائق كل ما كان صغير راح تكون عندي السوليوبيليتي أكبر، كل ما كان smaller particles have greater surface area، يعني كل ما كان عندي البارتيكل سايز قليل، حجم الدقائق قليل، راح يكون عندي زيادة بالمساحة السطحية، مما يؤدي إلى increasing in the solubility. وطبعا هذا المخطط اللي قدامكم طلاب، أنا خليته حتى إنه يوضح لكم شنو تأثير البارتيكل سايز على زيادة عملية السوليوبيليتي. كل ما كان البارتيكل سايز قليلة تكون حجم الدقائق صغير، راح جزيئات المذيب تحيط بالجزيئة المذاب، راح تكون سيرفيس اريا كبيرة، راح يكون فرصة لتغلغل جزيئات المذيب داخل جزيئات المذاب، مما يزيد عندي السوليوبيليتي. ايضا انه اذا كان عندي البارتيكل سايز قليل راح يؤدي الى انه الانيرجي سايتس تكون جدا عالية، يعني المواقع الفعالة راح تكون جدا كبيرة، مما يؤدي الى زيادة ارتباط جزيئات المذيب مع المذاب فتزداد عندي السوليوبيليتي. ايضا اذا كان عندي smaller او little very little particle size راح يكون عندي الكريستال هي راح يصير بها defect، يعني يصير بها خلل بجزيئات المذيب، واذا صار بها خلل راح يسهل ذوبانها في المذيبات. ايضا كل ما كان عندي particle size قليل راح تكون melting point درجة الانصهار للمادة جدا قليلة، وهذا راح يزيد لي عملية السوليوبيليتي. بالاخير طلاب انا خليتكم هذا المخطط اللي هو عبارة عن ملخص لكل الكلام اللي قلناه سابقا، مجرد ما انت تنظر للصورة بتمعن هذا راح يلخص لك كل الكلام اللي انا حكيته. الفاكتور افكتنج اون ذا سوليوبيليتي بالنسبة للتمبرتشر راح تكون علاقة طردية، بالنسبة للبارتيكل سايز علاقة عكسية، كل ما كان عندي بارتيكل سايز قليل كل ما تكون عندي ريت اوف سوليوبيليتي اكثر. ايضا الميكسينج هنا يأثر عندي على السوليوبيليتي، كل ما كانت عملية تحريك المادة المذابة اكثر راح يزيد عندي من سرعة اذابتها. وايضا عندي عامل مهم اللي هو لايك ديسولف لايك، يعني بولر ديسولفز بولر، راح يزيد عملية السوليوبيليتي. هذا الى هنا تنتهي محاضرتنا الاولى بالنسبة للسوليوبيليتي، ان شاء الله يا ربي مفتهميها واضحة عندكم. اتمنى لكم كل التوفيق والسداد، في امان الله.